السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كي كتشوفوا معايا حرشه بعشبه الكحيله، يمكن قليل الناس اللي كيعرفوها. كيما كتشوفوها هكا هي كتكون في الارض، ولا يعني كتكون كتطلع مع الزرع، كتكون في المناطق الجبليه. كي كتشوفوا الوريضات ديالها كيكونوا الموف الى الازرق غامق، عندها واحد الريحه طيبة، واحدة الريحة منعشة. هي كتصلح الأمراض الصدر، الرابو. للأسف يعني ما معطيلهاش حقها، ما معروفاش بزاف. وأنا نعيت نقلب عيت نبحث عليها بالاسم ديالها بالعربية أو لا بالأمازيغية، الصراحة ما عرفتوش. كنتمنى اللي كتعرف الاسم ديالها يعني عارفة هاد العشبة هادي باللغة الأمازيغية أو لا العربية، تخليهم لي في التعاليق باش نقدروا يستفدوا منها البنات. كتشوفوا معايا، انا اول حاجه كنبدا بها هي كنحيد لهاد الوريقات ديالها، ما كنخليش كاع العواد، كناخذ غير الوريقات فقط، كنغسلهم كنخليهم يستقطروا في الشبيكه. من بعد هنايا عندنا الحرشه العاديه اللي كنصوبوا عاده، السميده كنزيدوا لها المليحه وكنزيدوا لها شويه ديال الخماره. الملح بطبيعة الحال كتكون على حسب الذوق، وكنديروا لها الزويته وكنخلطوها مزيان مزيان. وبطبيعة الحال كنقصو شي شوية ديال ديك السميدة فيها الزيت باش نقرصو بها في الاخر. ديك العشبة انا طحنتها بالميكسور، يعني زدت لها تقريبا واحد الكاس الماء وطحنتها بالميكسور. هي نورمالمون يعني كندقوها بالمهراز، غير انا صوبتها لاخر لحظة، يعني كي كتعرفوا الفطور د رمضان وكنكون شوية الطاقة ما بقاتش عندي باش ندق بالمهراز. المهم يعني انا غير طحنتها مع الماء وكنخلطوها، يعني كنخلطو مزيان، ما كندلكوش. كتعرفوا ان السميده وهذا ما كندلكوش الحرشه، غير كنخلطوهم بصبعنا باش يدخل لها الخليط مزيان، وكنزيدو لها الماء الكافي. انا كنديرها شويه جاريه، شويه يعني ماشي قاصحه، شويه جاريه، وكنخليها واحد شويه تشرب تشد فراسها، ومن بعد كنقرصها. كندير ديك شويه كيشتو ديال التكريصه، كنقرصها وكنحاول بالمعلقه كنصوب لها الجنيبات ديالها باش ما كيبقاوش مشوكين وكيتشقوا، وكنضيف شويه ديال السميده عاديه هذا باش كنملس لها الوجه من الفوق. وبطبيعه الحال كنعاود لها ديك الجنيبات ديالها باش كيجيو مدورين وزوينين. كنخليوها كطيب الطياب ديال الحرشه العادي، ومن بعد ما كطيب كي كتشوفوا انا دابا قسمتها، كتشوفوا معايا يعني كتجي كلها بديك اللبسه. وهذه الوالده ديالي الله يحفظها، وكنتمنى والله ندعيو معاها في شفيها. كنرفسوها مع زويته بلديه، انا من النهار اللي عقلت على راسي بها كناكلها بهذه الطريقه هذه مع كويس ديال اتاي، وبالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، وكيف قلت في الاول يا ريت اللي كتعرف الاسم ديالها بالامازيغيه او العربيه تكتبها لنا في التعاليق باش يستافدوا البنات. وبالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.